بعد الرحيل المفاجئ لرئيس الجمهورية الراحل مشير تشاد إدريس ديبي إتنو في 20 من شهر أبريل من العام 2021 جراء سقوطه بميدان الشرف، تم حل الجمعية الوطنية وكون المجلس الوطني الانتقالي ليحل محلها حتى تعود البلاد إلى النظام الدستوري، وأن مهمة المجلس الوطني الانتقالي هي العمل على سن القوانين وتعديلها أو إلغائها، ذلك عبر مناقشات جادة تسمح لمستشاري المجلس بالحديث حول مشروع قانون ما للتعرف على أهميته. وقد ضم المجلس الوطني الانتقالي في المرحلة الانتقالية الأولى 93 عضوا يمثلون 12 مكونا من مكونات الشعب التشادي. أن الجمعية الوطنية هي التي تمثل السلطة التشريعية في تشاد. بعد الموت المفاجئ المشير تشاد دخلت الدولة في مرحلة انتقالية أولى، ومن مخرجات هذه المرحلة الانتقالية الأولى هي تكوين مجلس وطني انتقالي. أهم المكونات المكونة لهذا المجلس هي الأحزاب السياسية على سبيل المثال، منظمات المجتمع المدني، ممثلي التشاديين في المهجر على سبيل المثال، والسلطات التقليدية، وأكثر من مكونات المجتمع التشادي كلها دخلت في المجلس الوطني الانتقالي، وهذا هو في فترته الأولى. هذا وعقب انتهاء المرحلة الانتقالية الأولى التي استمرت لعام ونصف، فقد نظمت حكومة البلاد بناء على توجيهات المجلس العسكري الانتقالي حوارا وطنيا شاملا شارك فيه أكثر من 1500 مشارك يمثلون المجتمع التشادي بكل أطيافه، حيث استمر 45 يوما ناقش فيه المشاركون مختلف المواضيع بجدية وشفافية، ذلك لرسم خريطة جديدة لتشاد الغد، وعليه خرج المشاركون منه بتوصيات جد مهمة، منها أن يحتفظ المجلس الوطني الانتقالي بمسماه القديم مع زيادة عدد أعضائه، حيث تم إضافة 104 أعضاء ليصبح العدد الكلي 197 عضوا، بهدف توسعة المقاعد لتشمل العملية الديمقراطية كل مكونات المجتمع التشادي لتحديد مصير البلاد والخروج من المرحلة الانتقالية الثانية بنجاح يشمل القطاعات كافة. من أبرز مكونات المرحلة الانتقالية الثانية كل الأحزاب السياسية والسياسيين العسكريين باعتبار اتفاقية الدوحة اشترطت ذلك، ومجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، والسلطة السلطات التقليدية. فكونت المجلس الوطني الانتقالي، ويعتبر حاليا هو الممثل التشريعي للدولة التشادية باعتبار أنه يسن القوانين في المرحلة الانتقالية الثانية. لقد مر السنتان من تكوين المجلس الوطني الانتقالي، ومنذ تلك الفترة الزمنية تمكن المستشارون من مناقشة واعتماد العديد من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة للمجلس، بالإضافة إلى استجواب عدد من أعضاء الحكومة.